العربيه الجديد لكره القدم بنظام خروج المغلوب ايضا من مجموع مباراتي الذهاب والاياب، ويحق لكل فريق اشراك 5 لاعبين اجانب، وايضا تقام القرعه بعد نهايه كل دور في البطوله، بعد نهايه كل دور قرعه جديده لمعرفه المتقابلين. ربما يشارك البطل في هذه البطوله في بطوله الانديه او مونديال الانديه الكبير. ابو بندر بس وضح نقطه، وش اقوى مباراه كابتن سعود ممكن؟ شوف بالنسبه للمواجهات ستكون طبعا على ملعب الفريق الاول أي الموجود صحيح في الجدول، هذه بس للتنبيه اللي في العمود بطل. الايمن نعم نعم. وبالنسبه لو تكلمنا عن الفرق السعوديه، انا من وجهه نظري، انا ما ادري عن الاخوان، ايوه ان الهلال السعودي والاهلي الامارات، الاهلي السعودي والهلال السعودي الاسهل في المواجهات بعكس الاتحاد والنصر السعودي، اعتقد انهم اصطدموا بفرق اماراتيه قويه. الهلال امام الشباب العماني نعم نعم، والاهلي والاهلي مع المحرق البحريني نعم، هي سهله بالنسبه لهم نعم، هي بالنسبه لي فنيا اسهل من بالنسبه لمواجهه الاتحاد والنصر اللي بيواجهون الوصل، بيواجهون الجزيره الاماراتي. لكن انا متاكد ان الفرق بتكون في افضل حالاتها وافضل استعداداتها. جزئيتك صحيحه بناء على الفرق الموسم الحالي صح؟ مقارنه بالوضع الحالي. انا كملت كلامك، لا كلامك صحيح، قلت ان شاء الله ان الفرق انا متاكد انها بتكون انت في كلامك أحسن صحيح حالاتها. بناء على الواقع الحالي للنصر مثلا والاتحاد والاهلي والهلال، مواجهتين سهله ومواجهتين قد تكون فيها تكافؤ او اكثر ايضا أقوى. الفرق المقابله بتكون في افضل حال إيه، بس انا الفوارق اللي ممكن تضاف للنصر والاتحاد تغير الحال في الفتره الصيفيه كثير، يعني في مجال كبير جدا. انت لو تتكلم اليوم او الاسبوع القادم بتواجه الفرق هذه، اتفق معك يعني فعلا في ضعف عند الاتحاد والنصر فنيا مقابل اعتقد الجزيره والوصل في الامارات افضل ربما فنيا من الاتحاد والنصر حاليا بالاوضاع العناصريه اللي موجوده دحين، لكن ممكن يتغير الحال بشكل اكبر كبير جدا بالنسبه للنصر والاتحاد في ظل تغير المحترفين، يمكن بنسبه 90% حيتغير.